روايات عالمية. قيلولة الثلاثاء الناطة رسالة في قنينة عن الحب والظلال. روايات مدادها الإنسان، تجوب حروفها الأزمان، لترسم موقف الحيرة وترفع راية الفرسان. روايات عالمية يرويها لكم أحمد فاخوري، يخرجها محمد حجازي. من الأدب الأمريكي الأرض الطيبة للأديبة بيرل باك. يجسد شخصياتها غازي حسين، خالد الحمادي، سحر حسين، أحمد عفيف، ليلى إبراهيم. ولدت الكاتبة الأمريكية بيرل باك عام 1892 للميلاد بولاية فيرجينيا الغربية، ونشأت بالصين حيث كان يعمل والداها. من أشهر أعمالها رواية الأرض الطيبة. نالت بيرل باك عددا من الجوائز العالمية، توجتها بجائزة نوبل في الآداب عام 1938، وتوفيت في 6 مارس عام 1973 بعد أن قدمت عددا من الروايات الشهيرة مثل سورة زواج، رياح الشرق والغرب، الإنسان الجديد، والأم. صدرت رواية الأرض الطيبة للكاتبة الأمريكية بيرل باك عام 1931، وهي الجزء الأول من ثلاثية شملت أيضا روايتي الأبناء ومنزل مقسم. تدور أحداث الرواية في الصين لتميط اللثام عن هذا المجتمع، فصورته بفقرائه وفلاحيه وأغنيائه، كما صورت الحياة اليومية بكل تفاصيلها من خلال سرد قصة حياة أسرة تعبر عن حياة كل أسرة في كل مجتمع، مما وضعها في مصاف الروايات الخالدة. ما أجمل نسمات الصباح، وما أروع أن يستيقظ الإنسان ليرى أول نور يشق ظلمة الليل. يبدو أنه يوم جميل يا وانغ. يوم مناسب تماما لأن تذهب لإحضار عروسك. موعد ذهابي لإحضارها من بيت السيد هوانغ بعد ظهر اليوم يا أبي. ما يزال أمامي بعض الوقت لأقص شعري ثم أستحم وأرتدي ملابسي. تستحم؟ نعم. تهدر الماء الذي نروي به الأشجار كي تستحم. أبي، إنه يوم زفافي، وهذه أول مرة تراني بها العروس، لذا يجب أن أكون أهلا لهذا اليوم السعيد. إذن فلتستحم، ولكن لا تسرف في الماء. سمعا وطاعة يا أبي. اسمع يا وانغ، اسمع، منذ اليوم ستكون لك شريكة حياة، ولقد اخترت لك فتاة ليست جميلة جدا،
لكنها قوية. نعم. وذلك لأن الفلاح يحتاج زوجة قوية تساعده في الحقل وتنجب له الأبناء الذين يساعدونه. وإنني ممتن لك يا أبي على هذا الاختيار. أعلم أنك كنت تفضل الزواج من فتاة حرة وليست عبدة اشتراها السيد هوان، ولكن من أين لنا ما نقدمه مهرا لفتاة حرة؟ كل ما كنت أخشاه يا والدي الحبيب أن يصبح أبنائي مملوكين للسيد هوانغ، لأن أمهم مملوكة له، ولكن زوجة السيد وعدت أن تعطيها حريتها يوم زفافها. زوجتك مثل الأرض التي تملكها وتزرعها. نعم. إذا أحسنت رعايتها فتحت لك أبواب الخير، وإن أسأت فليس لك إلا الشقاء. فهمت يا أبي. هيا يا ولدي، قم واستعد لإحضار زوجتك، ولكن لا تسرف في استخدام الماء عند استحمامك، فهمت؟ هيا. فلتعلم يا وانغ. نعم يا سيدتي. أن عروسك ليست مجرد فتاة اشتراها زوجي. نعم. وعاشت في هذا القصر كخادمة. لا، إنها بمثابة ابنة لي. نعم. قمت بتربيتها حتى تصبح زوجة صالحة قادرة على مساعدة زوجها. وأعدك يا سيدتي، أعدك أن أكون زوجا صالحا. هذا لمصلحتك أنت، فإن كنت صالحا فستجد التعاون المخلص من زوجتك. نعم. وساعتها ستكبر مساحة أرضك ويكثر مالك وأبناؤك، وربما تصير مالكا لقصر مثل هذا القصر. لا أخفيك سرا، كان السيد هوانغ نفسه فلاحا فقيرا. وكنت مملوكة لأحد السادة. وتزوجنا وأخلصنا، فإذا بنا نمتلك قصرا وأرضا ومالا. أيها الخادم. سيدتي، فلتسمح لأولام بالدخول حتى يراها عريسها. سمعا وطاعة يا سيدتي. الفلاحون لا يحتاجون زوجات جميلات قدر ما يحتاجون زوجات قويات. ها قد جاءت أولام. طوع أمرك يا سيدتي. منذ اليوم سيكون وانغ وحده هو سيدك، هذا إذا رضيت به زوجا. أرضى به إذا رضي هو. هل ترضى بأولان زوجة لك يا وانغ؟ أرضى يا سيدتي، وأعدها وأعدك أن أجعلها أسعد امرأة. يكفيني أن تجعلها امرأة سعيدة فقط. هيا هيا، خذها واذهب إلى بيتك، ولا تنسيا أن تحضرا إلي كل مولود تنجبه كي أراه. وسوف يلحق بكم الخادم ومعه بعض الهدايا البسيطة التي تعينكما على الحياة. هيا يا أولان. منذ أن انتقلت أولان إلى بيت وانغ، أخذت على عاتقها العمل بإخلاص لبناء أسرة سعيدة، فكانت تساعد زوجها في حقله وترعى بيته وتخدم والده وتدبر له ماله بحرص شديد، كما نفذت وصية السيدة وانغ وذهبت بالطفلين بعد مولد كل منهما إليها، فمنحتها مالا مكن زوجها من شراء قطعة أرض أضافها إلى أرضه. لكن هذه النعمة وجدت من ينظر لها بحقد شديد. كيف يحدث هذا يا أخي؟ أيشتري وانغ أرضا جديدة دون أن تخبراني قبل شرائها؟
لو علمت أن وانغ يملك مالا لا تصنعت الحيلة حتى تأخذ منه نصيبا. إنني أعرفك جيدا يا أخي الأصغر. تعلم أنني بحاجة للمال، وابنك له زوجة تساعده، أما أنا فزوجتي تكاد أن تأكلني إن استطاعت. أنت الذي اخترتها، كما أنك تملك أرضا أكبر مساحة من أرضنا. فقم على رعايتها جيدا، فالأرض طيبة وتمنح عطاءها لمن يخلص في خدمتها. أود ذلك، ولكن صحتي لا تساعدني، وأبنائي ليسوا فلاحين مهرة كابنك وانغ، وزوجاتهم لسن مدبرات مجتهدات كزوجته أولان. لذا فأرجو أن يساعدني وانغ وزوجته في رعاية الأرض. لا أعتقد أن وانغ سيتأخر عن المساعدة. سمعا وطاعة يا أبي، سأبدأ غدا في رعاية أرض عمي، وأطلب من أولان زوجتي أن تذهب إلى بيته لتدبر أمورها. وما الذي نناله من العم لانغ نظير ما سنقوم به يا زوجي الطيب؟ أتأخذون مني أجرا على مساعدتي؟ أسمعت؟ أسمعت ما تقوله زوجة ابنك يا أخي؟ يبدو أن تربيتك كمملوكة للسيد وانغ قد أفسدتك. عمي عمي، إن زوجتي محقة فيما قالت. وانغ، إنه عمك يا ولدي. وإنها زوجتي يا أبي، فإذا أراد عمي أن أقوم برعاية أرضه فليحدد لي نصيبا مما تعطيه الأرض. حسنا يا وانغ، حسنا، لا أريد منك ولا من زوجتك أي مساعدة. أولان. نعم. اسمعي يا فتاتي الغالية، فإني استدعيتك اليوم لأودعك. كما ترين لقد أنهك المرض قواي، ويبدو أنني سأرحل قريبا. بل ستشفين يا سيدتي، وستعودين قوية كسابق عهدك. لا شيء يعود لسابق عهده يا فتاتي طيبة. المهم اسمعيني جيدا. نعم. واحفظي ما سأقوله لك سرا بيننا وحدنا. سرا؟ سمعا وطاعة يا سيدتي. أغلقي باب الحجرة واقتربي مني كي لا يسمعنا أحد. حسنا. هل سمعت ما جرى في قصر وانغ بعد موت زوجته يا وانغ؟ أم أن حرصك وزوجتك على العمل في الأرض منعوك من معرفة ما يدور في القرية؟ هو ما الذي جرى يا عمي لانغ؟ أوجز، فإنني كما ترى أعمل ولا أحب أن يعطلني أحد عن عملي. يقال إن السيد وانغ سيبيع قصره وأرضه ويرحل إلى المدينة مع عبده الذي يريد ممارسة التجارة. يبيع الأرض من أجل التجارة؟ نعم. فلما لا يقوم ابنه بالعمل في الأرض؟ الأرض أوسع رزقا. هذا ما يقوله الفلاحون أمثالك، أقصد أمثالنا. أما الأبناء الذين تربوا في مدارس المدينة فيرون أن الصناعة والتجارة أكثر رقيا من الفلاحة. سيندمون على ما ينوون فعله يا عملانك. من المؤكد أنهم سيندمون. يمكنك أن تمنحيهم نصيحتك هذه، ربما يتقبلونها، فإنك كنت مملوكة لهم. ومن المؤكد أن لك مكانة غالية لديهم. عمي. عمي، أليست هذه هي الحقيقة يا ابن أخي؟ اسمعي أولان، إياك والظن بأن زواجك من وانغ وخدمتك له ولأخي وإنجابك الأطفال سيجعلاني أحدا من أهل القرية ينسى أنك كنت مملوكة لسيد وانغ. عمي، مجرد فتاة اشتراها بالمال ووهبها لفلاح فقير. عمي،
الذي يجعلك ساهمة هكذا يا أولانو؟ أيكون هذا من تأثير كلمات عمي لانك؟ إنه حقود أفسدت الغيرة لسانه. يشغل تفكيري ما هو أهم وأكبر من كلماته يا وانغ. وما الذي يشغل تفكيرك إذن؟ بيع قصر السيد هوانغ وأرضه. لو أنني أملك مالا كافيا لاشتريتها ووهبتها لك. لا يهمني القصر يا وانغ، المهم عندي هو الأرض. سيشتريها أحد الأغنياء هي والقصر، فيصبح سيد القرية الجديد. وانغ، ستقوم أنت بشراء جزء من أرض السيد وانغ. أنا؟ نعم. ألا تعلمين أنني لا أملك سوى ما تمنحه أرضي؟ ومحصول العام ما يزال أمامه شهرين حتى نحصده ونبيعه. بل ستذهب صباح غد لمقابلة السيد وانغ، وسآتي معك وسنشتري منه قطعة من أرضه. أولان، أولان، من أين لنا بالمال؟ منحتني إياها السيدة وانغ قبل موتها. ماذا؟ وأوصتني إن قام زوجها ببيع الأرض أن أقوم بشرائها. معك مال يكفي لشراء أرض السيدة وانغ دون أن أعلم؟ نعم، كان هذا سرا ووصية للسيدة وانغ، كما أن المال لا يكفي لشراء الأرض كلها بل نحو ربع مساحتها. بقدر ما سيسعد أبي بهذا الخبر. بقدر ما سيتعس عمي. لا تنشغل بالحاقدين يا وانغ، المهم احفظ الأرض ولنعمل جاهدين على شراء ما تبقى من أرض السيدة وانغ خلال السنوات القادمة. صدقتي، فهذه الأرض الطيبة لن تكون سعيدة إلا إذا كانت ملكا لفلاح حقيقي مثلك يا زوجي الطيب. اشترى الفلاح وانغ مساحة من أرض السيد وانغ، ثم عملا خلال السنين التالية على تدبير كل ما تصل إليه يدهما لشراء المزيد من الأرض، حتى أصبح وانغ مالكا لكل أرض السيد وانغ، فأراد أن يشتري القصر ليقيم فيه، إلا أن زوجته حذرته ونصحته بعدم سكن القصور لأنها مفسدة للفلاح، فلم يستمع لها واشترى القصر. وسرعان ما تحلق حول وانغ الطامعون والمنافقون وأصحاب الغرض، وأولهم عمه لانغ. وانغ، وانغ، أنت يا ابن أخي العزيز، قف يا وانغ. قف أيها السائس، قف، قف. كيف حالك يا وانغ؟ بخير يا عمي، هل هناك ما يمكن أن أقدمه لك؟ بل أنا الذي أريد أن أقدم لك يا بني. ماذا تريد أن تقدم لي؟ إنك يا ابن أخي تقوم مع نسمات الصباح وتعمل طيلة النهار، تراقب الفلاحين الذين يعملون في أرضك الشاسعة، حضائر الماشية ومزرعة الطيور، وتقوم بجهد كبير يا ابن أخي، ثم تعود إلى بيتك بعد الغروب لتأكل وتنام كي تصحو مجددا لتكرر ما فعلت. إنها حياة الفلاحين المخلصين يا عمي لانغ، ولولا هذا ما امتلكت هذه الأرض التي وصفتها أنت بالشاسعة. هذه حياة الفلاحين، نعم، ولكنك من كبار ملاك الأراضي، ومن حقك بل من واجبك أن تنال قسطا من المتعة الذي ينسيك تعبك. في حقيقة الأمر أنا لا أفهمك يا عمي. ستفهم كل شيء بعد أن تأتي لزيارتي بعد غروب الشمس، ولكن لا تخبر أباك أو زوجتك، فالأمر سيكون مفاجأة سعيدة لك يا رجل. أين وانغ يا أولان؟ ألم يحضر هذه الليلة أيضا؟ تغير حاله أيها الأب الطيب،
فمنذ عدة أشهر بدأ يذهب إلى المدينة بحجة رعاية بعض المصالح التجارية وعقد الصفقات مع مشتري محاصيل الأرض. يبدو أن هناك ماء جديدا جرى في النهر يا ابنتي، فأخبريني عما تفكرين فيه، فإن نظرتك تنبئني بما أخشى أن أسمع. سأخبرك بكل شيء. إنني أعرف جيدا ما أفعل يا أبي، ولا تملك أولان أن تعترض على ما أقرر، فمصالح التجارية ومدارس أبنائي وحياتي التي أستحقها توجد في المدينة. لهذا ستغادر القرية يا ولدي وتترك الأرض؟ سأكلف عمي لانغ برعايتها أو أي شخص آخر. الأرض كالزوجة المخلصة يا ولدي، لا تظهر ابتسامتها الحانية سوى لمالكها، فهل سيقوم عمك أو من ستكلفه رعايتها بالعمل على نحو جيد؟ سأراقبه، فإن لم يفعل سأستبدله. يا ولدي إنني سأموت قريبا، فصحتي كما ترى، لهذا لن أوصيك بزوجتك أولان أو أبنائك، لا بل أوصيك بالأرض، فإنها فهي التي ستقوم برعايتك ورعاية أولادك وأحفادك. يا وانغ، إن من يهين أرضه تهن، ومن يفقدها فكأنما يسير عاريا في سوق القرية. احفظ الأرض يا بني، احفظها، فهذه هي وصيتي الأخيرة لك. مات الأب الطيب، فكان لموته أثرا بالغا على ابنه وانغ، فعاد إلى صوابه وانتبه إلى ما يحيكه الحاقدون من مؤامرات. ولكن ماتت زوجته المخلصة أولان بعد وفاة أبيه بفترة قصيرة، ولم يفتها أن توصيه بالأرض الطيبة، فازداد حرصا على حرصه، وما هي إلا سنوات قليلة حتى لحق بهما وانغ وأوصى أولاده وأحفاده بالأرض. روايات عالمية. قيلولة الثلاثاء. الناطرة. رسالة في قنينة عن الحب والظلال. روايات مدادها الإنسان، تجوب حروفها الأزمان، لترسم موقف الحيرة وترفع راية الفرسان. روايات عالمية. يرويها لكم أحمد فاخوري، يخرجها محمد حجازي.